بس الملعب وراه سريعا، هنطير للملعب وراه والزميل شريف شعبان، ولقاء مهم جدا مع كابتن حمدي صافي. لك الكلمه الزميل شريف شعبان. دعتي ليك كابتن خالد ولضيوفك نجوم النادي الاهلي او نجمات النادي الاهلي طبعا، كابتن نجلاء فوزي، منى عدلي، ساره طلعت، ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. فوز النهارده النادي الاهلي 3-0 على بطل بوركينا مع المدير الفني الخلوق كابتن حمدي صافي. بقول لك مليون مبروك الاول طبعا تحياتي كابتن خالد العوضي، نجم من نجوم شاشه قناه النادي الاهلي ونجمات النادي الاهلي، نجلاء فوزي، منى عدلي، ساره طلعت، تحياتهم كلهم ليك. الحقيقه طبعا برحب طبعا بالكابتن خالد العوضي نجم مصر، وبرحب بنجمات مصر في استوديو التحليل للكره الطايره، وبقول لهم الحمد لله النهارده كان وشهم حلو علينا الحمد لله. فوز النهارده 3-0، امبارح 3-0، مباراه مش قادر اقول صعبه، ولكن انت ما شاء الله برضو المعسكر فريق معاك، خبرتك مع اللعيبه والفتره اللي بقالك فتره كبيره مع اللعيبه برضو خلاص حافظ لعيباتك، بتعمل روتيشن كويس قوي، القادم اصعب. الحقيقه احنا داخلين البطوله واحده واحده، مش متسرعين، مش عاوزين نستنفذ كل القوه بتاعتنا، عندنا الادوار الجايه ماتشات جامده جدا، بنحاول نحافظ على القوه الاساسيه بتاعتنا والقوه الضربه بتاعتنا تبقى فريش، بحيث في الماتشات الجامده يبقوا في قمه مستواهم. احنا امبارح والنهارده بنجرب كل اللعيبه، وان شاء الله بكره برده، بعد بكره ماتش الجمارك هيبقى فيه تجربه لبعض اللاعبين برده، بحيث ان كل اللعيبه تبقى المجهود متوزع عليهم، وبحيث الادوار الجايه هتبقى ادوار صعبه، عندنا لقاءات صعبه منتظرانا الدور الجاي واللي بعده، فلازم نحافظ على القوه بتاعتنا الاساسيه. مباراه الجمارك يوم الاربع شايفها ازاي؟ لا، فريق الجمارك يعتبر فريق منافس لينا على اول وثاني المجموعه، فاعتقد هتبقى مباراه اقوى كمان من المباراتين دول، وهتبقى احتكاك كويس قبل الدور الثاني ان شاء الله. ما ينفعش ما اتكلمش على نمره واحد في اي رياضه، في اي لعبه، جمهور النادي الاهلي يمكن النهارده في الصاله بيشجع بقوه، بيشجع الى الان، يمكن سمع صوته حاجه تهز الحجر زي ما بيقول. لا، جمهور الاهلي طبعا معودنا على ان واقف ورا فرق النادي الاهلي في كل الالعاب، وخاصه الكره الطايره سيدات النادي الاهلي، لان هم بيحققوا لهم بطولات، وعارفين ان هم الدعم ليهم ان شاء الله باذن الله هيجيب نتيجه ويجيب بطوله باذن الله. جمهور الاهلي بيطالبك بالنجمه العشره. والله احنا بنشتغل وبنعمل كل اللي في وسعنا، وان شاء الله باذن الله انا متفائل ان شاء الله في اللاعبات بتاعتنا وقدرتهم على حسم اللقب العاشر ليهم باذن الله. عاوز تقول لجمهور النادي الاهلي، احنا منتظرينكم في الماتشات الجايه، ماتشات صعبه مش هنقدر نعديها غير بوجودكم معانا ان شاء الله. شعبان، مليون مبروك، تسال كل خير، وباذن الله باذن الله يكون شيء حلو عليك وتكسب بطوله باذن الله. طب كابتن خالد عاوز اسالك، اتفضل يا كابتن خالد. زميلي شريف شعبان، بس عايز اسالك كابتن حمدي الصافي، النهارده شفت اداء الفريق، الحمد لله ان احنا كسبنا، لكن كان في النهارده الكره الاولى واستقبال الفريق النادي الاهلي كان عنده مشكله شويه، عايز اساله شايفها ازاي في مباراه النهارده؟ كابتن خالد معلش عيد السؤال، كابتن خالد الصوت بيقطع. اداء استقبال الأهلي. استقبال يعني الحمد لله كسبنا المباراه النهارده، لكن استقبال فريق النادي الاهلي النهارده ما كانش على الوجه الامثل. الانين اهم كره في الكره الطايره هي استقبال الكره. كابتن خالد العوضي بيتكلم النهارده يعني عملت مباراه كويسه، وكان استقبال الفريق النهارده ما طمنوش، ما طمنش جماهير النادي الاهلي النهارده، ما طمنش نجمات النادي الاهلي النهارده في الاستوديو. تمام، هو الاستقبال احنا شغالين عليه بقى لنا فتره، بيحصل روتيشن كتير في الاستقبال، يعني عمليه الاستقبال دي محتاجه استمراريه كتير وشغل كتير، احنا شغالين عليها، ومع ثبات التشكيل في الماتشات الجايه هيظهر الشكل الاحسن باذن الله. مطمئن؟ لا، مطمئن ان شاء الله باذن الله. اطمئن يا كابتن خالد، وطمن ضيوفك، وباذن الله يكون كابتن حمدي الصافي. كابتن حمدي يعني بنشكرك، ويا رب ان شاء الله النجمه العشره هي اهم حاجه بالنسبه لنا وبالنسبه لكابتن حمدي وكل جماهير النادي الاهلي. باذن الله وباذن الله تعمل بطوله كويسه ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن خالد.